كأن جائزة تنتظرهم في الأعلى، فيبذلون المزيد من الجهود للوصول إليها وإن كانت محفوفة بخطر الرصاص. إنه درس جديد في فن القتال، ويريدون تقديمه على طبيعته بالقتال وجها لوجه كما يحدث هنا بين أفراد الجيش الوطني وعناصر الميليشيا، حيث يذهب أفراد الجيش بالتقدم إلى أقصى مراحل الخطر في أعلى تلال جبل الكحل والبياض على سفوح نهم. في واحدة من يوميات الجيش في الطريق إلى صنعاء، يسطر الجنود ملحمة جديدة، كيف لا تكون كذلك وقد بدأوها من مأرب والجوف، والآن يطرقون أبواب صنعاء قبل نوافذها. وليس لأن الصعود على هذه الطريقة بالغة المشقة هو عنوان لنيل الحرية، بل ماذا سيكون تعريفه إذا كان صعود وسط جولة قتال شرس؟ يكتبون بها مرحلة جديدة للكرامة، لا بل يصيغون ميثاقا لأخلاق المقاتلين النبلاء. في واحدة من ملاحم التحرير، حيث يتكثف هذا المشهد كأنه الأخير ليلخص صورة واحدة مفادها إن أصعب العمليات القتالية لم تحدث بعد، وإنما يجري هي لحظة اقتباس من كتاب التضحية والفداء، لتبقى الفكرة الأهم هي أنك إذا لم تنتصر لبقائك حيا في هذه اللحظات، سيحالفك الموت على أيدي خصومك خلف هذه المتارس.